الحديث أيها الأحبة، ونحن على مشارف ليلة النصف من شعبان، نتذكر معا بعض الروايات الواردة في فضلها وأهمية إحيائها. الرواية الأولى التي طالما ذكرت هي ما روي أنه كان عن أمير المؤمنين أو عن أولاده ينقلون عنه، كان يعجب عليا أن يفرغ الرجل نفسه 4 ليال من السنة، أول ليلة من رجب، وليلة النحر، ليلة عيد الأضحى، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان. والتفريغ بمعنى كل مانع أزيحة، ساعات المانع مواعيدي الناس، ساعات المانع النعاس، هذا مانع، أفرغ نفسي من الرغبة في النوم، إما أنام كما ورد في ليلة القدر أنه كانت الزهراء مثلا تنيم أولادها أو شيء نهارا عصرا حتى يتهيئون لقيام الليل. عملية التفريغ هي عملية استعداد بإزالة كل الموانع المحتملة، تلك الليلة تحييها وتذهب للدوام متحاملا وتنجز عملك وترجع تريح. هذه مو كل يوم، هي 4 ليالي في السنة، 4 ليالي أمير المؤمنين يعجبه أن تكون من هؤلاء الذين يفرغون أنفسهم. كان علي في الرواية الثانية لا ينام 3 ليال، ليلة 23 من شهر رمضان، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وفيها تقسم الأرزاق والآجال وما يكون في السنة. طبعا التقسيم ذكر في ليلة القدر وذكر في ليلة 15، لهذا بعض العلماء كان يقول لعله في ليلة النصف من شعبان تقدر فيه الأرزاق التي تحتمل الزيادة والنقصان، لأنها كتبت في لوح المحو والإثبات، وليلة القدر تكتب في اللوح المحفوظ، يعني التي لا تتبدل. سئل الباقر عن فضل ليلة النصف من شعبان كما في الرواية، فقال هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله. هذا تعبير كبير، الله تبارك وتعالى لا تنفذ خزائنه. إذا الإمام يقول هذه الليلة الله يعطي فضله، الفضل هو الله يعطي بدون استحقاق، احنا الفضل هو تعطي بدون استحقاق، فالإنسان إذا يريد يتعرض لفضل الله هذه ليلة التعرض. فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها. أعطانا مجال مفتوح، أنت وش من الطاعات شوف قادر عليها؟ واحد يقول أنا أقدر أتعبد، واحد يقول أقدر أقضي حوائج مؤمنين، واحد يقول. إذا كانت النفس تستثقل من بعض الطاعات ولكن يمكنك حملها على طاعات أخرى، اجتهد بما يناسب نفسك، المهم لا تكون تلك الليلة معطلة، فإنها ليلة آل الله على نفسه ألا يرد سائلا سأله فيها ما لم يسأله معصية، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله. الآن إذا الله يريد يكرم النبي وأعطاه ليلة القدر، ويكرم أهل البيت عليهم السلام وأعطاهم ليلة النصف، ما بينت فلسفة ذلك. ليلة القدر هي بداية نزول القرآن الكلي على قلب النبي، مو التدريجي، الإنزال الكلي. وليلة النصف هي ولادة ما يحقق ما نزل على رسول الله، ولادة من يحقق هذا النازل. فإن الفقهاء يقولون وإن من الأحكام ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله لأن ظرفه لم يتهيأ، وكان عند الأئمة ينتظرون ظرفه ويتحقق في زمن الموعود، فهذه ليلة الأئمة. فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله، فإنه من سبح الله فيها 100 مرة، 100 مرة دقيقة وشوي،
وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه منه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه. يعني اللي طلبته تعطى، واللي ما طلبته بس الله يعلم بأنك تحتاجه يعطيك كرما منه تعالى وتفضلا على عباده. البعض يقول حتى هالمقدار أنا ما أقدر أحيي الليلة كلها. أنت أمامك متجر في تخفيضات على كل شيء تحتاجه، فلوسك ما تسع، أنت تحتاج أثاث البيت كله، لكن تقدر تأثث فقط المطبخ، تحرم نفسك دخول المتجر لأن ما عندك ما يؤثث البيت كله. لو تقول فرصة المتاحة أخذه بأثث لأقل المطبخ مدام تخفيضات هائلة، هذه ليلة فيها تخفيضات هائلة. اللي يقول أنا ما أقدر أحيها كلها، شكد تقدر؟ تفضل، لكن لا تدع النفس تغالبك وتخادعك، لأنها بتقول لك أنت ما تقدر ربع ساعة نص ساعة. إذا تقدر تخدعها في تلك الليلة بقدر ما يمكن وتستفيد من هذا الوقت المبارك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.